الحقيقة يمكن دائما بقول أنا من جديد إنه أنا بتونس ومع بتونس وبلبنان دائما تشاركنا بهواجس وهموم الانتخابات. بهذه الجلسة بشرفني حضور مجموعة من الأشخاص اللي أنا اشتغلت معهم إن كان بلبنان أو إن كان بتونس. عرفت عنهم، بتمنى إنه يعرفونا شوي عن الشبكات أو الجمعيات تاعيتهم. إذا في مشكلة بالترجمة عم بستعمل يمكن كلمات لبنانية شوي، عطوني خبر. حابدأ، بتمنى منكم تعريف بسيط جدا عن جمعياتكم، وإذا بتنطرق شوي للهيكلية تاعت الشبكة أو الجمعية أو التحالف، إذا في عنا هيك معطيات سريعة عن عدد المراقبين اللي راقبتوا فيها بالانتخابات الأخيرة بال 2011 بتونس، بلبنان 2000 وبلدية 2010 أو انتخابات نيابية 2009، العراق كانت 2010 كمان مش كده. شو الوسائل والتقنيات، لأنه يمكن هذا الورشة العمل أو هذه الجلسة هي عبارة عن تبادل خبرات وعن مدى استعمالنا للتقنيات الحديثة والتكنولوجية بمراقبة الانتخابات. إذا منفوكس شوي على موضوع التقنيات والوسائل الحديثة اللي عم تستعمل التكنولوجية، بكون ممنونكم. وبتمنى كتير كتير من بما أنه إحنا خمس أشخاص، يعني أنا ما حأحكي قد ما حتحكوا أنتو، بتمنى الاختصار بشكل دقيق أكثر. التحديات والمشاكل اللي واجهت جمعيتكم حنتطرق لها لاحقا. تعريف سريع عن الجمعية، ثم بدي ميكرو مع سعيد، تفضل. شكرا سعيد عيسى. أنا كمان بالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، Lebanese Transparency Association. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية تشتغل على يعني على نفس الموضوع الاسم، على تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والرشوة وما إلى ذلك. وطبعا بتشتغل مع القطاع العام والقطاع الخاص، وبتشتغل مع الشباب والنساء وفي مختلف الميادين لتعزيز هذا الميدان. إنما بالنسبة لموضوع الانتخابات، فنحن يعني كنا أول جمعية على مستوى الشرق الأوسط اللي هي اشتغلت على مجال مراقبة الانتخابات، لكن في مجال الإنفاق الانتخابي، الإنفاق. ونتيجة طبعا هذا جاء لأنه كرس في القانون في لبنان، قانون الانتخابات، أن تتشكل هيئة إشراف على الانتخابات، و جزء من القانون خصص للإنفاق الانتخابي. فكان لابد من أن العمل على في هذا الميدان، باعتبار الجمعية الشركة الأخرى هي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، تعمل في مراقبة ديمقراطية الانتخابات. لذلك كان المشوار يعني في البداية صعب نوعا ما، لأنه يعني ماذا تراقب؟ فهناك أرض، هناك مرشحين، هناك رشاوى، هناك شراء أصوات، يعني هناك إلى ما هناك من يعني سنتطرق الحديث عنه بمرحلة لاحقة. هذا بخصوص الجمعية اللبنانية، وبإمكانكم الاطلاع على موقع الجمعية للمزيد. الوسائل اللي اعتمدناها طبعا كان أكثر من في رصد على الأرض من قبل مراقبين مباشرين بجولات، يعني الأوبسيرفاسيون بالملاحظة، والتوجه إلى المرشحين وسؤالهم عبر طبعا استجواب واستمارات. كان هناك جولات ميدانية عبر السيارات في مختلف المناطق، استخدمنا تقنيات التصوير، ولكن كان التفريغ يعني بعد ما يتم التصوير. ما كنا المرحلة الأولى ما استعملنا تقنية GPS، كنا نتجه على المكاتب تتفرغ وبعدين، واستعملنا تقنية الرصد أيضا لوسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمنظورة أيضا، وطبعا للوسائل الاتصال الاجتماعي. يعني فكل هذه كانت تراقب من قبل أفراد، يعني في المرحلة الأولى، لأن كانت مرحلة البداية، وكان لابد يعني لاحقا صرنا نبني عليها. آه
Mouaz, donc c'est Mouaz Bouraoui, donc le président Taatid va vous présenter un peu l'association. En bas, je vais vous donner quelques détails sur l'observation électorale telle qu'elle a été effectuée par l'ATID, donc notamment au niveau des technologies que nous avons utilisées, des contraintes que nous avons rencontrées et des solutions que nous proposons. Shukran. معناتها باش نحاول نكون نقدم الجمعية بكل إيجاز. الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات المعروفة بجمعية عتيد هي جمعية وقع بعثها في مارس 2011، ومنذ هذا التاريخ معناتها قمنا ببعث مكاتب في كل ولايات الجمهورية التونسية، و في بعض الأحيان كما في تونس لهنا حتى في الدوائر الانتخابية تونس واحد تونس اثنين. أيضا عندنا معناتها مكاتب في الخارج ولا فرق من التونسيين أخوانا في الخارج المتطوعين كما في الإمارات العربية المتحدة، نلقاو في دبي، في أبو ظبي، نلقاو في فرنسا واحد فرنسا اثنين، في ألمانيا، في سويسرا، في أمريكا واشنطن ونيويورك، في بلجيكا إلى آخره. وفي الوقت الحالي مع الجمعية عندها ما يقارب على 2600 مخرط في تونس الجمهورية. وفيما يخص نشاطاتها معناتها باش نتطرق لأهم العناصر متاع نشاطات الجمعية هذه، هو أول شيء معناتها متابعة المسار الانتخابي الأول ما بعد 14 جانفي. المسار معناتها مش كان يوم الاقتراع فقط، لكن المسار من حيث الإطار القانوني، من حيث الإدارة الانتخابية إلى آخره، متابعة الحملات الانتخابية حتى اليوم الاقتراع وما بعد يوم الاقتراع فيما يخص مشاكل النزاعات والطعون في النتائج. ومن بعد 23 اكتوبر، لانه شخلي الموضوع نتاع الانتخابات نتاع متابعه ومراقبه الانتخابات مدام ليليا الربعي اللي هي مسؤوله على الخليه الانتخابيه بالمنظمه باش تقدم، هي باش تدخل اكثر في التفاصيل. لكن اهم النشاطات من بعد 23 اكتوبر، قمنا بوضع برنامج وطني سميناه ملتقيات عتيد للحوار بين الناخب والمنتخب. الغايه منه هو إرساء حوار ديمقراطي بين الناخبين والمنتخبين بطريقة مباشرة. جينا في كل ولاية نختار موضوع مربوط بالمسار الديمقراطي أو بالشأن العام أو بحالة استثنائية تخص البلاد، ونستدعاو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المترشحين على هذه الدائرة ونحطوهم نحن نلعب دورة همزة الوصل بين المنتخبين بين الناخبين والمنتخبين ويتحاوروا في مواضيع. وصلنا حتى 18 ملتقى في النمط هذايا، لكن بعد لأمور أمنية إلى آخره كنا مضطرين باش نوقف، وقفناه في ديسمبر 2012. وأيضا معناتها في نشاطاتنا قمنا أيضا بمقترح قانون بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي وقع معناتها تبنيه من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وقعت مناقشته في الهيئة الخاصة اللي تدرس، هيئة التشريع العام اللي تدرس القوانين هذه، ومعه خيانة أيضا من المجتمع المدني الناشطين في المجال هذا كما شبكة مراقبون وكما ائتلاف أوفياء اللي نورمالمون يكون موجود معنا هوني. ما فهمتش علاش اليوم مش موجود، خاطر بلاصته معنا، خدمة كبيرة في الانتخابات اللي فاتت كيفنا كيفهم كما مراقبون إلى آخره. نحيي سي الدكتور الغربي باسم المنظمة نتاعكم. وقمنا بمعناتها خدمة معنا خبراء في القانون الدستوري كما سي فرحات الحرشاني، وقمنا بدراسة وتحليل وتنقيح مقترح تنقيح المشروع قانون بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي اقترحته الحكومة. ومن بعد في المجال هذايا معناتها كما تعرفوا خرج القانون هذايا، القانون هذايا مش يمكن اليوم باش نجموا نحكيوا عليه، اللي هو معناتها نحن راينا هذايا وما يلزمنا كان نحن، اللي هو فيه بعض الاشياء اللي هي خطيره اللي هي تمس من استقلاليه الهيئه العليا المستقله للانتخابات القادمه. مانيش باش نزيد ندخل اكثر في التفاصيل، اذا كان فما اسئله من بعد في الموضوع هذايا نطرحوها. واخر حاجه معناتها نحن حابين نتبعوا اشغال الهيئه الخاصه اللي تشرف على دراسه وترشح ملفات للترشح للهيئه العليا المستقله للانتخابات. وكما تعرفوا معناتها اللجنه الخاصه هذه الى حد الان معناتها اختارت كونها تخدم في بيت اربع حيوت من غير شبابك ومن غير بيبان، ومش ناوي تحل البيبان نتاعها. علاش؟ هذا تسمعوا به معناتها في وسائل الاعلام المقبله، وان شاء
الله باش نبداو في الحملة الإعلامية لها الممارسة هذه الغير ديمقراطية، ويحكيوا كلهم على الحكومة التشاركية والديمقراطية التشاركية، وهم يظل معناتها الممارسات اللي قاعدة تصير عكس ذلك. معنا وخيالنا من أوفياء ومراقبون قاعدين مع بعضنا نحاربوا باش نجموا نحلوا ثغرة ونجموا نراقبوا أشغال الهيئة هذه. ومنزيدش نطول، نعطي الكلمة للأخت ليلى الربع. ما الاخ اللبناني ما خذاش وقته الكافي، قلت ناخذ من عنده شويه. لا حاعطي هلا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي البهادلي، المدير التنفيذي لشبكه عين لمراقبه الانتخابات من العراق. طبعا عين منظمه مستقله عراقية تأسست عام 2004 من مجموعة من الخبراء في مجال الديمقراطية والمراقبة حقوق الإنسان، بعض المراقبين الدوليين. وجدنا أهمية لتأسيس منظمة عراقية تعمل على مراقبة الأداء الحكومي، مراقبة التشريعات، مراقبة المشاريع الوطنية، ومن ضمنها الانتخابات، باعتبار أنه صندوق الانتخابات هو الترجمة الحقيقية للعملية الديمقراطية. عين تعمل على مستويين، المستوى الأول هو المستوى الوطني الذي يضم تحالف من مجموعة من المنظمات على عموم العراق لتغطية كامل الرقعة الانتخابية في العراق. المستوى الثاني هو المستوى التخصصي التي تعمل فيه عين كمنظمة مستقلة متخصصة في مجال مراقبة التشريعات، اقتراح بعض الحلول بين المجتمع المحلي سواء كان على مستوى المصالحة الوطنية أو على مستوى العمل السياسي، لقاءات مع مسؤولين مع بعضهم البعض، يعني تكوين مجموعات لقاء أو حوارات بين مسؤولين متنازعين. عين الآن تعمل على مراقبة الانتخابات. مثل ما تعرفون في العراق الآن بدأت قبل 3 أيام الحملة الانتخابية لمرشحين المجالس المحلية، تسمى مجالس المحافظات عندنا في العراق. العراق يتكون من 18 محافظة عراقية، المحافظات المشمولة في هذه الانتخابات هي 14 محافظة فقط، وذلك لأن 3 محافظات هي محافظات كردستان، إذا سمعين بالإعلام كردستان، محافظات كردية، وهذه دائما يقولون لنا أن كردستان وضع خاص، طبعا عمليات سياسية يراد من عندها أنه تأجيل انتخابات لحين تهيئة ظرف آخر. عموما محافظة أخرى محافظة جدا متنازع عليها هي محافظة كركوك، التي تعتبر مثال للمكونات الاجتماعية العراقية. كركوك تتألف من أكراد وتركمان وعرب وسنة وشيعة ومسيح إلى غير ذلك. الإرادة السياسية ارتأت أن تؤجل انتخابات كركوك للمرة الثالثة على التوالي. لم تجري في كركوك أي انتخابات على مستوى مجالس المحافظات. عين ستراقب الانتخابات في هذه المحافظات 14 المسموح بها قانونا. بالتأكيد مراقبتنا ستكون مختلفة عن المراقبات السابقة التي لا أريد أن أطيل الشرح فيها، ولكن يبدو من خلال البرزنتيشن اللي قدمه الزميل أنه لازلنا لحد الآن، وأعترف أنا أنه لازلنا لحد الآن نعمل بالطريقة القديمة. عين الآن ستراقب انتخابات مجالس المحافظات مراقبة الإعلام، وستدخل عملية مراقبة الإعلام الإلكتروني في برنامجها عن الذي يختلف عن البرامج السابقة التي لم تراقب فيها البرامج الإلكترونية. أيضا ابتكرت شيء اسمه مراقبة الناخب، وهو حث الناخب. وطبعا مثل ما تعرفون في مجتمعاتنا العربية مستوى النخبة التي تستخدم تقنية المعلومات قليلة بالقياس إلى المجتمعات الأخرى، لكن أيضا هذه النخبة مهمة لنا. سنحث هذه النخبة على أن تراقب هي العملية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك أو غيرها، وسترفدنا بالتقارير والصور التي تؤكد أن هناك خروقات أو لا توجد هناك خروقات. أيضا موضوعنا لمراقبة الانتخابات سيشمل هذه المرة مراقبة جديدة دخلت في العراق وستكون عين سباقة فيها، هي مراقبة الحملات الثرية. كما تعلمون أن العراق لحد الآن يخوض 3 مرحلة انتخابية وليس لديه قانون أحزاب،
وليس لديه قانون تمويل سياسي، وليس لديه قانون يحدد يحدد مدى حجم الحملة الانتخابية أو مدى التمويل الواجب اتباعه. عين ستراقب مدى ثراء هذه الحملات وستقارن مع بعضها البعض. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة. مرحبا بكم. شبكة مراقبون هي شبكة متكونة من 6 جمعيات، 5 جمعيات في تونس وجمعية في الخارج، لأن شبكة مراقبون قامت بمراقبة الانتخابات في تونس وفي الخارج. احنا اخترنا نشتغل كشبكة وليس كجمعية، إيمانا منا أن العمل الجمعياتي والمجتمع المدني فيه أكثر جانب منه تشاركي، وتكون فيه إثراء كبير لما نشتغل كمجتمع مدني كشبكات أكثر من جمعيات. مشينا في التوجه هذا، التوجه هذا مكننا من مثلا في الانتخابات الفارطة من تكوين أكثر من 5000 ملاحظ. كنا كشبكة مراقبون أكثر شبكة تحصلت على عدد ملاحظين على التصريح للمراقبة في الانتخابات 23 أكتوبر، تحصلنا على 4056 تصريح، وبهذا كنا أكبر شبكة ومعنى جهة مصرحة للمراقبة في تونس، وكنا الشبكة الوحيدة ولا الجهة الوحيدة اللي تمكنت باش تراقب في كامل 27 دائرة انتخابية في داخل البلاد في تونس. اليوم انطلاقا من التجربة هذه ومن الثراء التكويني للشبكة، حاولنا نطور وسائلنا ونشتغل بأكثر طرق ديمقراطية. أصعب لما تشتغل بشبكة متكونة من 6 جمعيات، أصعب من اللي تشتغل معنا جمعية واحدة القرار فيها يكون موحد. هذا مكننا من اللي نخلق نوعا ما من الآليات أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية، هذا على الناحية الكمية. وعلى الناحية الكيفية مكننا زادة باش نستغل ثراء الجمعيات اللي موجودة عنا والعناصر المتطوعة في الجمعيات هذه، وكنا معنا من أكثر الشبكات استعمالا للتكنولوجيا. في انتخابات 23 أكتوبر 2011 قمنا بالريبورتينج اعتمادا على تقنيات الاسماس، على تقنيات الانترنت، وعلى تقنيات الهاتف، الريبورتينج بالهاتف. هذا الشغل وصلنا له مش خاطرنا كتوانسة بركة، خدمنا، جانا دعم كبير من عند التقني، من عند أصدقائنا في لادي، الجمعية اللبنانية لادي، أعطونا دعم تقني ونشكر زاد عباس كان معنا تقريبا مدة 4 أشهر ومكننا باش ما نسقطوش في الأخطاء البدائية اللي يرتكبوها أي معنى شبكة ولا منظمة تقوم بمراقبة الانتخابات لأول مرة. وهذا أعطانا شغلنا نوعا ما من الستاندار دو كاليتي، نوعا ما من معنى على مستوى الكيف وعلى مستوى الكاليتي للعمل. هذا النقطة الأولى. وعن زادة معنى الناس أخرين من دائري، احنا فلسفتنا في الجمعية نحاولوا باش نفسروا احنا كانوا عندنا استمارات مع نوعا من الكتيب اللي هو نفس الكتيب باللغة الفرنسية والعربية بالنسبة للناس الكل، معنى كل ملاحظ كان عنده الكتيب هذا، وفي فترات معينة يقوم بإرسال استمارة، مثلا عنده الصباح، عنده في نص النهار، عنده في الخمسة، عنده بعد الفرزة، نطلب منه بعض المعلومات يبعثها بالإسماس. المنظومة كانت شغالة معناها. الإشكال اللي عندنا كان على مستوى الإرسال الإسماس، معناها كان عندنا ضعف نوعا ما على مستوى التدريب. خدمة البلاتفورم إسماس أعطتنا النتائج، خدمنا بها باش نجم نقوموا بالتقارير الأولية متاعنا. نسبة الإرجاع معنى الميساج بطريقة صحيحة كانت نوعا ما صغيرة، تقريبا 50%، معنى اشتر عنا الملاحظين متاعنا ما تمكنوش من الإرسال الاسماس بطريقة صحيحة. هذا كان نقص في التدريب، كنا نستخيله لحاجة سهلة، جانب كبير من الناس كانت فما أغلاط. هذا بالنسبة للإنترنت معنى كانت الحل، احنا معنا في آخر النهار الكتيبات هذه الكل معناها يلموها للسوبرفيزور، خاطر عندنا تقسيم نوعا ما هرمي على مستوى معنا كل فريق متاع 5 مراقبين عنده فوقه أم بوتي شيف معنا سوبرفيزور يخدم عليه. قام بتجميع الاستمارات وعندنا منظومة مع تطبيق على الإعلامات، يدخلوا ويب بيز يدخلوا عليها الكل ونجمنا نتحصلوا بها بالمعلومات. الإشكالات اللي كان عندنا معناها وهذا تعطينا البرتينانس متاع معنا والشيء المنتظر في الحصص اللي باش نشوفوهم في العشية، اللي لما تبدأ عندك كم هائل من المعلومات تجي من المفروض تكون متحضر وعندك الآليات اللي تمكنك
بالتريتمون تاع لي دوني هذه كيفاش باش تخدمهم، وهذه حاجه كانت عندنا ناقصه في ال... Merci. Donc pour pouvoir répondre à la question et pour que tout le monde puisse comprendre un peu le système d'information de la TID, donc on a également utilisé le système d'information, donc la structure pyramidale telle qu'elle a été décrite tout à l'heure, donc sur le terrain. Et cette structure pyramidale, donc où on avait des observateurs, donc dans plusieurs, dans des bureaux de vote plus des superviseurs, donc il y avait un système d'information qui leur correspondait. En gros, la problématique, c'était comment récolter en temps réel, parce qu'on voulait du temps réel, toutes les informations qui venaient du terrain. Donc les informations, donc on avait également des questionnaires, plusieurs types de questionnaires ont été donc dispatchés aux différents observateurs. Donc les observateurs devaient répondre à un questionnaire à l'ouverture des bureaux de vote, un au milieu de journée, à la clôture des bureaux de vote. Ensuite, ils devaient envoyer les résultats du bureau de vote, donc le résultat des élections, donc du bureau de vote en question. Et plus, ils avaient une fiche d'incident en cas d'incident grave. Et toutes ces informations devaient nous parvenir donc via SMS. Donc le système qu'on a choisi, c'est envoyer des SMS. Ces SMS, donc chaque observateur envoyait un SMS. Cet SMS a atterri sur une plateforme SMS de traitement. Et de cette plateforme-là, donc il y avait une plateforme SMS, donc un portail SMS web, ce qui nous permettait, nous, au niveau donc du central, de suivre en temps réel donc les résultats compilés des SMS. Alors donc en gros, c'était le système d'information pour lequel nous avons opté. Alors ce système d'information, il y a eu certains problèmes au niveau du système d'information, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus avant pendant ces deux journées. Alors parmi les problèmes qu'on a eu, donc il y avait, on va dire, des problèmes dus au système d'information et à la base de données elle-même, notamment au niveau de l'agrégation des résultats. Il y avait des problèmes qui étaient dus à l'ISI, donc à un intervenant externe, puisque nous n'avions pas les codes jusqu'au jour J, donc qui nous permettaient d'identifier chaque bureau de vote. Et sachant que les bases de données, donc les templates, étaient différents d'une circonscription à une autre. Par exemple, sur l'Ariana, on avait des candidats, donc une liste de 97 candidats, alors que sur Tozer, il y en avait 43. Et les noms des différents partis étaient ordonnés de différentes manières. Donc théoriquement, nous, on avait besoin de cette base de données qui venait de l'ISI pour pouvoir présaisir donc cette base de données, de manière à ce que lorsque les observateurs saisissent le SMS, ils ne vont pas saisir donc tel candidat, etc. Donc on devait avoir la même liste entre la TID, donc la base de données de la TID, et celle donc officielle de l'ISI. Et donc ça n'a pas été, enfin, on a pu obtenir la liste, mais on n'a pas pu obtenir les codes, l'identification des bureaux de vote. Donc ça a posé un gros problème. Ensuite, au niveau des problèmes, donc également, c'était la saisie, plus le système de sécurité. Nous avons essayé de sécuriser au maximum et de verrouiller notre système d'information, ce qui a causé beaucoup de problèmes au niveau de l'enchaînement des enquêtes. C'est-à-dire que, en gros, un observateur saisit son premier questionnaire à 8h15, 8h30 du matin, donc envoie par SMS tout le questionnaire, donc qui était déjà assez long à saisir. Ensuite, il attendait une réponse, donc de l'autre côté, on reçoit, on envoie un code, et ce n'est que lorsque il reçoit son nouveau code qu'il peut envoyer son deuxième SMS, etc., pendant tout au long de la journée. Donc c'était un système qui a été assez compliqué, et donc ça expliquait que s'il y a une erreur de saisie au niveau du code, les codes parfois n'arrivent pas. Il y a eu également un bug, je pense, au niveau donc de la plateforme SMS, c'est-à-dire que certains SMS n'arrivaient pas jusqu'à la plateforme. Donc cette difficulté, en fait, c'était un système d'information
assez complexe qu'on a essayé de mettre en place. Et donc, pour les prochaines élections, on va essayer, disons, il y a trois alternatives qui sont sur la table la TID aujourd'hui. Soit revenir carrément à un système beaucoup plus traditionnel. C'est très, très beau, la technologie, mais il faudrait que ça marche à 100%. Au maximum, donc, un taux d'erreur de 3% sur le système est acceptable. Au-delà de ces trois, ça devient problématique. Donc, et donc, un système traditionnel, soit améliorer ce système-là, donc en facilitant donc les procédures, soit choisir pour le système dont a parlé tout à l'heure Monsieur Ayan, donc, et qui passe sur le réseau 3G. Le problème, c'est les smartphones, donc le coût, plus le 3G n'existe pas partout en Tunisie, ou bien passer, donc revenir à un système traditionnel type call center, donc où on aura une série de personnes qui collecteront les informations en temps réel. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions qui ont été posées. بالبيان يعني في مجموعة كبيرة من المجموعات وجهنا للشغل من مجال الكبير يعني أكبر مسألة صعوبة التأكد من المعلومات اللي تجينا يعني انتهاكات عملية الرشوة غير منظورة فشو الوسائل اللي اعتمدتوها عشان تتأكدوا من صحة هذه طبعا يعني على صعيد لبنان يعني في هناك كان في صعوبه اكيد بالموضوع باعتبار انا هاذكر بعض الشغلات انه احنا بدانا بمراقبه الانفاق الانتخابي قبل 8 اشهر من حصول الانتخابات مع انه قانون في لبنان يقول انه يعني يبدا احتساب الانفاق الانتخابي قبل مده شهرين من اجراء الانتخابات لماذا يعني قمنا بهذه العمليه نحن كان هدفنا يعني مسالتين ان نقول ان القانون يجب ان يتغير وبالتالي ان يعني تصبح المسافه ما بين الانتخابات والمراقبه هي مده سنه وليست شهرين والمساله الثانيه طبعا هي يعني ابراز حجم الانفاق الذي يحصل قبل الانتخابات والذي يحدد مصير الانتخابات لاحقا وليس فتره الشهرين هي الفتره الحاسمه لموضوع الانفاق الانتخابي هذه يعني مسائل مهمه لذلك نشر يعني كان عدد المراقبين الذين اعتمدناهم نحن في لبنان هو طبعا غير كافي كان لدينا 80 مراقب على مستوى الاراضي اللبنانيه يعني عندنا 26 دائره انتخابيه ضمن 6 محافظات كان العدد قليل ولكن يعني كان يعني لدينا زيارات دوريه يعني اسبوعيه بداناها ثم كنا نراقب مثلا حفلات كان يعني اذا كان رمضان كنا نراقب كل حفلات الإفطار التي تجري والتي تقوم بها جميع القوى السياسية أو حتى الأفراد الذين هم يعني احتمال مرشحين يمكن رصدهم من البداية كذلك كنا نقوم بطبعا الشوارع وما إلى ذلك واستمرت هذه المسيرة الصعوبات طبعا من التأكد من المعلومة باعتبار يعني للتأكد من المعلومة من صحة المعلومة يجب أن توثق المعلومة هل هناك معلومات توثق من خلال التصوير ولكن إلى أي مدى القانون يعترف بهذا التصوير هذه مسألة القانون بمعنى القضاء كنت بحاجة لكم هائل من التصوير كل المعطيات التي يعني تتقدم عبر وسائل الإعلام سواء كانت يعني مرئية أو مقروءة أو مسموعة فبدك تسجلها كلها وتصورها وتوثقها أيضا وتدخلها بسيستم ثم تعيد فرزها من جديد هذه مسألة مش سهلة ومش بسيطة وبحاجة لكادر يعني ضخم من العمل يعني هذه كمان من يعني المعوقات والتي يعني لو كان يعني لدينا تكنولوجيا متقدمة يمكن استعمالها كانت سهلت علينا كثير أيضا المراقبين في أماكن يعني انتشار يعني كان يعني من كان إذا صور صورة ويبعثها عبر الإنترنت توصل بدك ترجع تصنفهم ترجع تحدد شو نوع هذا الانتهاك فالمسألة التكنولوجيا كانت مسألة لو يعني طبعا هي سهلت بعض الأمور من خلال الانترنت ولكن أيضا كنا بحاجة أكثر بكثير من تسهيلات تكنولوجية يعني تعد للإنفاق الانتخابي قبل
إجراء عملية المراقبة للإنفاق، لأنه بس ملاحظة. هل هذا الاستثمار توجه للجمعيات الأربعة من شيء؟ هل تعملون صفقة ويبقايش على الأمثلة بالتلقي أو بتفقد المعلومات أو الاختلافات أو أي شيء متعلق بسير العملية الانتخابية من قبل أو هذا سوري بس أنا أحد دائما الانتخابات في لبنان يوم الاقتراع أو ما بعد يوم الاقتراع اعتمد على تمثلنا بهيل مع إغلاق الصناديق. بمختصر، هل كان لديكم صفحة؟ وإذا كان لديكم صفحة ما هي ما نوع؟ هل كانت مفتوحة للجميع أم هي مقتصرة على المراقبين؟ في البداية لم يكن لدينا صفحة صراحة، لأنه لم نفكر بهذا الموضوع، ولكن لاحقا استدركنا الانتخابات اللاحقة استدركنا هذا الموضوع وصار لدينا صفحة قبل 13، يعني بالانتخابات أول انتخابات عم يحكي 2009 ما كان، يعني لأنه كنا عم بشكل سريع عم نعد، لكن بالانتخابات البلدية كان لدينا صفحة، ولكن ليس كل المعلومات التي تصل إلى هذه الصفحة هي صحيحة، يعني صعب التثبت منها. اي بدي بس اسال معز كمان في هذا الموضوع نفس السؤال عزيز، انه خلال انتخابات 11 اكتوبر بتونس هل كان لديكم صفحه على الانترنت لتلقي مجموعه من البيانات المعلومات او كيف تكون متعلقه بعمليه انتخابيه؟ صفحه متخصصه، ليس صفحه فيسبوك تاعت الجمعيه او الشبكه، وليست بين صفحة الانترنت الاسم مرئي للمواطنين، هل هي صفحة مفتوحة للمواطنين أم للمواطن يكون فقط؟ هي لا كما معناتها شو اسمها، هي آليات التواصل نتاع الاجتماعية، الشبكات الاجتماعية كانت مفتوحة للجميع، ما يلزمش كود معين، لكن نحن في عملية انتداب الملاحظين قمنا بحملة إعلامية عبر الصحف ووسائل الإعلام الكل، إذاعة إلى آخره، وكل مرة نعطي رقم الهاتف، ولات الناس تكلم فينا على الهاتف مباشرة، معناتها ما لقاو الطريق الأسرع معناتها. ميديا بتعتقد أنه تستعملوا هذا الشيء هذه الوسيلة التكنولوجيا للانتخابات الناجحة، أو برأيك يمكن هل هي كافية، أو أنه شو الهواجس؟ لأنه حرجع أسأل نفس السؤال للشباب معالي وغيرهم. Alors d'abord je voudrais revenir sur la première question, donc sur est-ce que nous avons, comment est-ce que nous avons accepté, comment est-ce que nous avons observé, récolté des données à partir de l'environnement. Tout d'abord donc nous avons pris le parti de n'observer qu'à travers des attidiens. Alors tout simplement parce qu'on pense qu'il faut une certaine formation pour pouvoir observer, parce que sinon on risque d'avoir sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout et n'importe quoi et on ne peut pas vérifier la véracité de ce qu'on observe à 100%. Et donc, comme vous le savez tous, les élections, c'est quelque chose de très fragile, de très compliqué. Et si on laisse n'importe qui dire n'importe quoi, surtout si c'est relayé par, disons, une association comme la TID, par exemple, donc c'est comme si on donnait... En authentifier l'information, or on ne peut pas authentifier une information qui ne vient pas de quelqu'un qu'on connaît et qu'on a au préalable formé. Donc toutes les informations que nous les avons reçues donc, à travers des attidiens et donc nous avons eu également les mêmes types de problèmes, c'est-à-dire que nous avions des vidéos, nous avions des informations, nous avions même des témoignages avec des cartes d'identité, les numéros des cartes d'identité, etc. Mais nous n'avons pas osé, parce que la législation n'était pas claire, donc on n'a pas osé sortir toutes les informations que nous avions. Donc ce que nous avons sorti, c'était uniquement les choses qu'on pouvait prouver d'une manière légale. Alors concernant votre très rapidement votre deuxième question, donc là ce qu'on aimerait, donc ça serait bien d'utiliser les technologies de l'information, donc non pas uniquement pour l'election day, mais pour tout le processus électoral. Donc qui débute dès l'enregistrement. Donc on voudrait également donc auditer les listes électorales et c'est pour ça que nous avons demandé déjà disons aux commissions spéciales donc de nous éditer la liste des électeurs. Donc ce qu'on cherche c'est avoir une liste des électeurs donc qui est éditée sur le site électronique, ce qui permettrait les recoupements informatiques. Donc déjà au niveau de l'enregistrement sur les campagnes. Et bien entendu au niveau de l'election day
des requêtes par la suite. Donc ça serait bien de pouvoir utiliser ces technologies pour pouvoir suivre tout le processus électoral et non pas uniquement l'Election Day. بالمفهوم الواسع اللي يتحدث به الآن أو اللي يجب أن يكون عليه لا ما كان عندنا، لكن كانت عندنا بعض المحاولات. يعني مثلا في الانتخابات الأولى استخدمنا طريقة وضع داتابيس أو قاعدة بيانات على الموقع الإلكتروني مالتنا لتسجيل الخروقات في عملية تسجيل الناخبين، فكانوا مجموعة المراقبين اللي يراقبون كانوا مدربين يعني متدربين على طريقة الدخول إلى الداتابيس. أيضا موضوع الانتخابات الماضية البرلمانية باعتبار أهميتها اشتغلنا على برنامج هو برنامج إلكتروني حديث، لكن المشكلة اللي واجهتنا إنه مع شبكة الهاتف كيف نسوي مع شبكة الهاتف لينك بحيث ندخل على داتابيس دخل لنا الاس ام اس، فاضطرينا انه نبتكر طريقه جديده انه مدخلين بيانات في قاعده بيانات داتابيسز موجوده عندنا، نتلقى الاس ام اس من المراقبين المنتشرين وندخلها احنا عبر المدخلين الى هذا. كان برنامج استطلاعي لمعرفه اتجاهات الناخبين. الان مثل ما يعني تحدثت قبل شوي، الان احنا بصدد انشاء صفحه تفعيل اللي تكلم عليه حضرتك، وهو دور المراقب المواطن. المواطن هو الذي يراقب، هو الذي يرفع الصور الى هذه الصفحه بمنتهى الحريه، سواء كانت هذه هي حقيقيه او كانت غير حقيقيه، نترك الحكم فيها للجمهور. احنا في شبكه مراقبون بالنسبه للانتخابات الاخرى كانت لدينا العديد من التحفظات على نوع من البلاتفورم هذا، يعني زي أشاهدي ولا بلاتفورم أخرى ولا تكنولوجيات بيزد على الكراود سورسينج. كانت عندنا تحفظات يعني كيف أثق في الريبورتينج اللي جاي من عند المواطن والمعنى من عند المواطن العادي، وكيف معنى يمكن التثبت من صحة هذه المعلومة، وكيف يمكن أن نتثبت معنى من الغث والسمين في الكم المعلومات اللي جاية. في الفترة بين الانتخابات بين أكتوبر 2011 ومعنا والفترة الحالية قمنا بمشاهدة عن كثب ولا أقرب للتجربة الأشاهدي ولا التكنولوجيات الكراود سورسينج المستعملة في مصر، وشفناها زادة في الأردن، ونوعا ما بدأ يتغير معنا نظرتنا التحفظات نقصد، ولينا نقول لما لا، معنا يمكن أن احنا المراقبة تكون معتمدة على مراقبينا وعلى تقاريرهم اللي معنا تطلع من الأرض عبر الاس ام اس عبر الانترنت وعبر معنا الهاتف، ولما لا استعمال التكنولوجيا الكراود سورسينج ولا معنا التوجه هذا. وان شاء الله وباش معنا احنا توا نشتغلوا على مشروع في مراقبة التسجيل الانتخابي بيزد على الكراود سورسينج. هذه معنا ما شفنا حتى في التجارب المقاربة مش موجود معنا استعمال المواطن العادي في الريبورتينج، وقاعدين نشتغلوا على منهجية حاولنا نشوفوها في الأردن مع أصدقائنا من مركز حياة، ومعنا قلنا نشتغلوا على المراقبة العادية أكثر، ونطمح تكون هذه بادرة معنا أولى نقوم بها في تونس احنا هناك كشبكة مراقبون، نقوم بتجربتها ولما لا لو أثبتت نجاحها نستعملوها في الحملة الانتخابية. معنا يمكن يوم الاقتراع لا، بس في معنا أكثر في الحملة الانتخابية. طيب حسنا تقريبا السؤال الأخير لأنه نحن متفقين نكون 11 ربع البريك. اللي بدي صوتكم منكم كابتنين في الجمعيات الطلبة
الرعب مثل ما سعيد في أحيانا لما بحكي عن بيانات داتا طبعاً نشوف ناس تنفذها من أي نوعية ناس تنفذها من أي كمية هيدا المصدر هيدا الداتا تعتقد إنه استعمال التكنولوجيا الحديثة ممكن يساهم يعني طبعا يكون في هويج لدى عشان مجموعات اللي عندها الفكرة عملية تجد بمطرح الشباب أو بالعملية بالكل يعني ما بعد في جمعية بعد بس عم يشتغلوا على إصلاح الاتخاذ عم يشتغلوا على التواصل الحديث مع الجهة الجديدة خبرة هذه البيانات استعمال التكنولوجيا الحديثة مع في مسألة لازم ناخذها بعين الاعتبار وهي مسألة مجتمعية يعني على صعيد العالم العربي وليس حصرا في لبنان. المجتمع العربي بحب الكميات ما بحب كثير النوعيات، ولذلك ينظر للنوعيات نظرة يعني انه هي انتلكتيال او هيك منطقات، فبحب الكم بحب الاخبار كثيرة كيف لانه في يعني عادات مجتمعية وبالتالي تعكس نفسها في موضوع الانتخابات وفي موضوع استخدام التكنولوجيا على صعيد يعني مراقبة الانتخابات سواء كانت من ناحية ديمقراطية أو من ناحية الإنفاق. هلأ طبعا التكنولوجيا يعني تساعد في عملية المراقبة بشكل كبير جدا وبصير في دفق كتير كبير للمعلومات وسريع جدا وبمتناول يعني جمهور كتير كبير، وهذا طبعا بحاجة لحتى نصير نعمل نحن ملائمة ما بين يعني عمليات المراقبة للانتخابات وما بين يعني ما نحتاجه من تكنولوجيا لكي يعني نستطيع أن يكون دفق المعلومات يعني كبير جدا وسريع جدا ولأخذ المبادرة بشكل سريع يعني لوضع المعطيات أمام يعني الهيئات المراقبة الهيئات القانونية المراقبة للانتخابات لأخذ قرارات سريعة. هذا كتير 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 بيساعد يعني أثناء العملية الانتخابية، يعني هذا فقط يساعد أثناء إجراء الانتخابات، لكن لما عم نحكي أنا عم أقول عن مراقبة إنفاق انتخابي فهذا ما قبل الانتخابات يعني عم يحصل، ما له علاقة يعني بموضوع تسهيل العملية الانتخابية بوقتها أو يعني تسهيل المراقبة بيوم الانتخاب. يعني لازم نفرق بين مسألتين، الإنفاق الانتخابي هو عملية تتم قبل إجراء الانتخابات لغاية يوم الانتخاب، و هناك مراقبة الديمقراطية الانتخاباتية بيوم الانتخاب يعني من تاريخ فتح الصناديق صباحا حتى إقفالها مساء وإعلان النتائج. فنحن بحاجة لنوعين من التكنولوجيا هون لترافق العملية الانتخابية، ما قبل مع الانفاق الانتخابي وأثناء الانفاق الانتخابي، ممكن دمجوا مع بعضهم البعض يعني مش شرط أنه يكونوا منفصلين، بس ولكن نوعين يعني ومش ضروري يكونوا مختلفين بس أنه نلائمهم مع بعضهم. Là, est-ce que c'est la différence? Donc, est-ce que nous voulons traiter uniquement les données qualitatives et quantitatives? En fait, c'est beaucoup plus pour moi une question de technique, donc de technique et d'analyse de données. Donc, au niveau des analyses des données, on peut tout aussi bien analyser des données qui sont quantitatives que des données qui sont qualitatives. Les techniques de données, l'analyse de données donc, existent pour faire ça. On peut également faire, et donc là, ça serait bien aussi d'utiliser des techniques d'analyse de données textuelles. C'est-à-dire que c'est vrai, au niveau, donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est transformer en questionnaire. Et ça, on peut l'utiliser aussi bien avant les élections que pendant les élections, le jour de l'Election Day. Donc n'importe quelle chose, donc on peut
logiquement prévoir, donc peut être transformée en questions, et les questions elles-mêmes peuvent être codifiées en oui ou non, ou bien en chiffres. Et donc ensuite, ça permet des traitements statistiques au niveau de ces données-là. Alors ce qui est plus compliqué à faire, c'est en fait l'analyse textuelle. C'est-à-dire que, par exemple, on avait donné également à tous nos observateurs donc des fiches qu'on a appelées fiches incidents, pour ce qui est en fait imprévisible. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles ceux qui ont fait le questionnaire, nous, on n'a pas pensé à l'avance, et ce sont des choses qui peuvent arriver, donc un incident, je ne sais pas, auquel on n'a pas pensé, qui peut arriver. Et donc, ils ont des fiches incidents, et ces fiches incidents, ce sont des fiches qui sont écrites, donc en mode textuel. Et là, toute la difficulté, d'ailleurs, qui s'est posée à nous après les élections, c'est le traitement de ces données textuelles. Donc, c'est des pages et des pages manuscrites, parfois en arabe, parfois en français, donc dépendamment, donc parfois bien écrites. Donc, c'est comment utiliser des techniques d'analyse textuelle pour obtenir donc des données valables sur en quantité. عم يخطر على بالكم بمشاريعكم اللي رح تعملوا للانتخابات القادمه استعملت تقنيات جديده لتطبيقها على التقنيات اللي استعملتوها سابقا للانتخابات وشو الهويه؟ شو الهويه اللي استعملتوا هيدي التقنيات؟ ما يخطرش على بالنا في جوان مستحيل وما يخطرش على بالنا انتخابات في جوان وما تجيش انتخابات في جوان اذا كان فما انتخابات في جوان نعطيك النتيجه من تو اللي هي باش تكون لا نزيهه ولا حره ولا شفافه ولا ديمقراطيه وكما قالت ايضا ليليا معناتها عندنا العديد من معناتها بليزيوغ الترناتيف في الوقت الحالي حتى كي جاوا حكيوا معنا الساده نتاع ديموكراسي انترناسيونال تناقشنا في الموضوع هذا وهذا معناتها مازال تخدم ما نجموش نقولوا توا قطعا ايه ولا هل ترى لازمنا ندرس شنو ايجابياتها وشنو خلفياتها وشنو خصوصا بالذات لي ريسك اللي تمثلهم العمليه هذه من غير ما نطوا لما نرجع ونقول في جوان ما فما حد شيء. نفس السؤال ثلاث اختصارات شديدة. لا مانع لأي منظمة أعتقد حسب وجهة نظري ولا لأي متخصص في مجال الانتخابات ولا لأي شخص يعمل في مجال الانتخابات من استخدام التقنيات الحديثة. لا بل بالعكس، إحنا نعتقد إنه استخدام التقنية الحديثة هو هذا اللي يمكن المنظمة من الانفتاح أكثر على الحقائق. خلي أضرب لك مثل بسيط وأنهي في مداخلتي هذه. لو تابعنا اللي صار في أحداث الثورات العربية برز في موضوع الإعلام الصحفي المواطن، برزت حالة الصحفي المواطن الذي تتصل به القناة الإعلامية أو الذي يصعد الخبر إلى اليوتيوب أو إلى الجوجل أو إلى هذه. لو استطعنا أن نصل من خلال هذه التقنيات إلى المواطن المراقب في يوم من الأيام، فلا أعتقد أنه أحد فينا متخصص في مجال الانتخابات أو منظمة متخصصة في مجال الانتخابات ترفض ذلك، بل بالعكس إحنا نسعى إلى أن شيوع مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحقوق المدنية للأفراد. شكرا. يمكن يكون بالتجربة. أنا قبل ما المفروض تجربة هذه التقنيات، احنا كشبكة مراقبون نؤمن بالتكنولوجيا، بس التكنولوجيا معناها ليست كل شيء، التكنولوجيا كلها وراها رجال ونساء على مستوى الفريق المركزي اللي يقوم بضبط البرمجيات هذه الكل، والأهم على مستوى معناها في مكاتب الابتراع وعلى الأرض معناها على الميدان، هذم هم الناس يجب عندهم تقبل التكنولوجيا هذه وحسن استعمال التكنولوجيا. احنا لاحظنا يمكن معنا الشيء الإيجابي اللي في شبكة مراقبون اللي السنة الفارطة قمنا أكثر تقريبا من 20 عملية ملاحظة دولية، معنا راقبنا في سيراليوني في غانا في معنا في إفريقيا في العالم العربي معناها، واشتغلنا مع جمعيات أخرى تقوم بال معنا الدومستيك أوبسيرفيشن بالمراقبة المحلية، واكتشفنا اللي حتى في بيئة مثلا نحكي على دول إفريقيا اللي احنا عندنا نظرة لها اللي هي الناس غير قادرة على استعمال التكنولوجيا، نبقى عندهم الريبورتينج على الاس ام اس معنا الارساليات القصيرة شغال ويخدم
معنا وعطى نتائج مبهرة. شفنا نفس الشيء في سيراليون أقل، شفنا حتى في ليبيا، معنا اللي احنا في تونس نعتبر ليبيا أقل شوية في استعمال التكنولوجيا، معنا أشياء ناجحة في مصر. اللي يشاهد أثبت نوعا ما معنا هذه التجربة تقول علاش احنا يمكن عنا نوعا ما نحب نوصلوا معنا للبرفكشن في الشغل، علاش لا تجربة التكنولوجيا؟ التكنولوجيا حاجة ممتازة يجب استعمالها، احنا يمكن عنا نوعا ما من الحظ للفريق العمل تكنولوجي اورينتد، معنا عنا قابلية للخدمة بالتكنولوجيا. حتى في الانتخابات اللي فاتت ما صاروناش مشاكل من نوع التكنولوجيا، المشاكل صارت لنا اكثر شوية على مستوى التدريب، على مستوى عدم قابلية ولا عدم فهم، معنا المشكلة في تبليغ الرسالة وكيفاش تبسيط المعلومة هذه للمواطن. باش نلخص يا سي عباس، التكنولوجيا حاجة باش تسهل العملية على مستوى معناها تصعيد المعلومة والداتا كولكشن من الأرض معناها للقيادة، وعلى مستوى الاناليزيس يعني على تحليل المعلومة هذه. والحاجة الثالثة اللي يمكن غابت علينا كأغلب الشبكات، كيفية تصوير المعلومة هذه، استعمال المابينج، استعمال الخرائط، الجغرافة الرقمية، الخرائط المتحركة، الخرائط الديناميكية، هذه كانت تقريبا ناقصة في أغلب نجاحنا كشبكات معنا للمراقبة المحلية تكمن في تمكننا من ثلاثة أشياء هذه في نفس الوقت مع الجانب البشري اللي يبقى هو الأهم. وشكرا. هو فقط فيما يخص تقنية الكراود سورسينج واليشاهدي، هو فقط سؤال الرفيق، مادام عندكم النية أنكم تشتغلوا على التقنية هذه، في اي واتش ديجا قمنا بالعملية هذه، والبلاتفورم تاعنا حاضرة اللي هي بالكامشة، ومع إمكانية تحسينها برشا، مع إن شاء الله خورخي هوني من سيتي فوكس يحكي عليها أكثر، لكن عندنا إمكانية تحسينها خير برشا. دونك سؤالي، هل هناك انفتاح من مشكل من مراقبون لكن من عتيد وجمعيات الاخرين على انه يكون فما بلاتفورم وحيده نتلموا عليها الناس الكل ونخدموا عليها وهكاك نوحدوا الجهود نتاعنا؟ شكرا. وشكرا. الاجابه بالطبع، احنا لما قلت كان عندنا تحفظات، كان عندنا تحفظات، حتى حكينا مع الاولاد في معناها في بالنسبه معنا سفيان الشرابي ولا توا، حتى كان عندنا تحفظات في الماضي على التقنيه هذه، شاهدناها نجم نقول خدمت في تونس ونجحت في مناطق اخرى، لما لا؟ انا نسلم على مهاب، احنا الهدف نتاعنا تجميع كل الجهود، معناها ما نحاولوش نفس الشيء نقوموا به مختلفين، وهذا حتى في شغلنا مع معنا شغل مراقبون مع اوفياء ولا مع عتيد، وما هوش سهل الشغل هذا، نحاولوا معنا اكثر ما ممكن تكامل بين البلاتفورم هذا، بين الشبكات ولا بين الفاعلين على مستوى مراقبه الانتخابات. J'ai l'impression que, dans le cas d'expérience de Mouraqiboun ou Atid, chacun a développé une plateforme, apparemment. Chacun a mis des ressources. Surtout, il y a un laps de temps qui est la journée. Et pourquoi vous ne mutualisez pas vos efforts, vos investissements? Parce que ça induit du coût, forcément. Pourquoi il n'y a pas une plateforme entre les. Une plateforme unique qui est utilisée par toutes les organisations de la société civile et. Et aussi en termes de ressources, à la fois matérielles et humaines. Je trouve que c'est un peu aberrant, non? C'est quand une plateforme SMS, des bugs. Une seule plateforme aurait pu suffire à tout le monde, non? باختصار معناتها هي معناتها البلاتفورم اكزيست دو مانيير اوفيسيوز، نخدموا مع بعضنا في بعض المجالات كيما تو بدينا نخدموا مع بعضنا في حكايه مثلا الاطار القانوني الى اخره، لكن السؤال اللي يطرح نفسه معناتها فما عديد من الاسئله تطرح وقت باش نطالبوا الناس كله ونخدموا مع بعضنا على نفس البلاتفورم، السؤال علاش نفس البلاتفورم؟
Au contraire, est-ce que par exemple, وقت اللي اوفيات تستعمل مثلا اليات معينه مراقبون اليات معينه وعتيد اليات معينه اخرى كيلو بروب وذاك كيلو بروب ومن بعد نلموا لي دوني ونختموا على لي ريزولتا دي دوني ونقربوهم على خاطر كما شفتوا في الانتخابات اللي فاتت معناتها لا كوليكسيون دو لا باز دو لا كوليكسيون دي دوني سو لو تيران اكسيتيرا ديجا سي با ايفيدون اي بوي انت مثلا كما نقولوا عندك بيرواتك معناتها في 24 ولايه وهو عنده مثلا نحن نجموا نتيحوا امبان في ولايه ما عندناش بيرو ولا البيرو وقع عندي معناتها وقعت في عمليه انفيتراسيون نجموا نجيو لو فيها ولا نجموا نجيو المراقبون ونخدموا مع بعضنا الى اخره لكن الكيستيون كي مسومبل ان تو بتي بو بيزار بوركوا il faut mutualiser Je voudrais répondre également à cette question et sur une autre base. Quand on dit, en fait, je suis gestionnaire à la base, et quand on dit structure, en fait, quelle est la structure idéale ou la taille de structure idéale ? Donc avoir une structure énorme, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de coordination et la structure risque de perdre en efficacité. Avoir aussi des structures toutes petites, on n'atteint pas, disons, un seuil optimal. Et là, ça c'est une première question, donc avoir des structures, ça ne sert à rien d'avoir une structure super lourde donc, et gérer beaucoup plus de complexité, donc ce qui nous rendra moins flexibles, moins rapides et moins performants. Ça c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est pourquoi déjà au niveau, disons, des citoyens, donc pourquoi avoir un monopole d'une voix ? Là, les Tunisiens ont plusieurs associations, trois en l'occurrence qui sont là, en lesquelles ils ont confiance. Et le fait que chacun observe, ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas de mutualisation. Par exemple, au niveau du déploiement, nous sommes en train de travailler ensemble sur plusieurs aspects, donc ça ne sert à rien d'avoir dans un même bureau deux observateurs d'une même organisation. Donc là, au niveau du déploiement, oui, parce que nous n'avons pas assez de ressources pour couvrir l'ensemble des bureaux, et là, c'est une solution qui est pertinente. Maintenant, ensuite, chacun observe, sans qu'il y ait duplication des ressources en un même endroit, et à la fin, avoir des voix différentes sur la même question, ça permettrait de conforter une idée. Si, par exemple, il y a un problème majeur, donc que nous avons observé, par exemple, la même chose, et que les trois organisations qui sont chacune souveraine, sort et dit voilà ce que nous avons observé et que c'est concordant. Là, ça a plus d'impact et les gens ont réellement, donc à la rigueur, on pourrait nous se tromper sur un point. Les autres pourraient dire non ou atténuer. Mais avoir une seule voix, je ne vois pas l'utilité d'avoir le monopole comme je ne vois pas l'utilité d'avoir un seul parti, comme je ne vois pas l'utilité de voir une entreprise qui vend donc pour tout le monde. أسمح بس حالة تعبير على نفس السؤال فيك عن التجربة اللبنانية لأنه جمعية أنا بشتغل فيها لكن ذلك كانت تطلع في انتخابات مستقصين لوحدهم حاليا 2019 ذلك أطلع طلاق لوحدهم بس هذه من التجربة اللبنانية يعني التجربة بتحكي عن التجربة اللبنانية ذلك عم طلع انتخابات بأكثر من مكان وقت الانتخابي عم تنطق جمعية خاصة بالبارتي الانتخابي وقت الشركة النسائية ترشح النساء ترشحها وانتخابها للنساء عم تنطق جمعية نسائية الجمعية الزوجية الإضافية عم تقارب هذا البارت ومدركة التصرف الحساب يعني كل جمعيات صار يطلع الميديا تقيمها لحالها وهلا 2013 انا نفس هذا السيستم 2013 يعني مشروع خمسة ست تقارير مختلفة بالإضافة للمراحل أول عم تقوم في الهلالي عم تقوم بحدي السقالية من جمعة الشيكة تكبير واقع هذا بدأ أعطان تجربة خاصة لكل بلد البلد ما فيها نقول نفس التجربة مش عجيب على حالة تونس رح يكون في عنا تقريبا ست تجارب تكنولوجية مختلفة بضمن يعني بلاتفورم واحد اللي هو مراقبة الانتخابات يعني من الزوايا اللي ذكرها عباس فهذا كتير مهم جدا لاحقا إذا يعني رح التجربة اللبنانية كمان تتعمم لاحقا على المنطقة العربية
لا لحتى نشوف كيف يعني كمان بغير اماكن كيف ممكن تصير. بربي انا عندي جوست محمد ترجمان من بروداتا. En fait, j'ai une remarque à faire. Je sais que les associations qui ont observé les élections ont fait beaucoup de remarques. Mais pour moi, la vraie problématique, c'est que l'ISI n'a tenu compte d'aucune de ces remarques. Hajaloula. C'est bien d'observer les élections et de dire qu'il y a des imperfections. Tunes. نجم نتكلم. قلت لك il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites par les deux associations qui ont observé les élections. Mais pour moi, أول حاجة, le vrai problème, c'est qu'aucune de ces remarques n'a été prise en compte par l'ISI. Je n'ai pas vu de modification de résultats, voilà, de changement de méthode dans l'approche des élections. Deuxièmement, je pense au-delà de l'approche de la plateforme, on utilise SMS ou la web ou la 3G, c'est quelles sont les fraudes qu'on a observées. Il faut faire l'inventaire des différentes fraudes et voir quels sont les moyens pour contrôler ces fraudes-là. D'accord ? Des choses que j'ai observées, Mchit le Sud récemment, c'est qu'il y a beaucoup d'associations islamistes qui sont en train de distribuer de la nourriture et de biens de consommation aux gens. Et ça, pour moi, à mon avis, c'est une manière d'acheter les voix. Et ça, c'est un travail qui, 6 mois avant les élections, 1 an avant les élections. Et pour moi, ça, c'est un moyen de fraude. Et même si on va observer les élections, on ne va pas réussir à contourner cette fraude-là. احنا كان ركزنا اليوم اكثر في مداخلتنا على التكنولوجيا خاطر هذا هو كان المحور نتاع اللقاء نتاع اليوم معنا. ثانيا كان باش نرجعوا كان تشوفوا في لي رابور اللي خرجناهم الكل في تقاريرنا موجودين حتى شنو ما انواع التجاوزات بالعدد بالكيفيه وقمنا بتوصيات دي ريكومونداسيون. للاسف الهيئه اللي قمنا لها معنا حتى هنا رانا باش نحكيوا على معنا حوايج ستركتوريل بالنسبه لنا احنا. الهيئه اللي قمنا اعطيناها التقارير ولا اللي مفروض باش تتلقى التقارير شهرين بعد الانتخابات بريسك تجمدت خدمه التقرير المالي نتاعها وكا هو معناها عندنا فتره فراغ حتى معنا من الناحيه الشكليه ولا من الناحيه التنظيميه ما عندك حتى حد تنجم تعطيه الرابور نتاعك ولا ياخذ به. معنا فما نوع من الفراغ الهيكلي بالنسبه للتنظيم الانتخابات. اش قاعدين نخدموا احنا مثلا عندنا فاش نجم تتبدل الامور هذه على مستوى القانون وعلى مستوى القانون الانتخابي وعلى مستوى بعض النصوص الترتيبيه اللي باش معناها احنا عندنا خدمه كبيره كجمعيات مجتمع مدني اشتغلت على ميدان الانتخابات هذا باش نحاولوا نعملوا دو بليدوي حملات مناصره ادفوكاسي نحاولوا بهم نحسنوا الامور ونبدلوا القانون وانتر تون ما بين الفتره نتاع 2011 وتوا 2013 الجمعيات هذه الكل احنا كنا جمعيات وليده معناها حتى في الستاد ولا في السيكل نتاع الحياه الجمعيات جمعيات وليده راقبنا الانتخابات فما مثلا عتيد عندها 6 أشهر احنا عندنا شهرين معناها ما كانتش عندنا نوع من انا نقول الصلابه ولا نوع حتى من الخبره ولا نجم تسميها حتى الشراسه معناها كنا نوعا ما جمعيات ما زلنا نتعلم اليوم اكتسبنا خبره في تونس اكتسبناها لبرا مش في الملاحظه برك في الملاحظه في الامور القانونيه راي الانتخابات ما هيش مساله قانونيه برك مساله قانونيه وفيها جانب تقني وجانب عمليات كبير برشا ان كوتي اوبيراسيونيل هذا معناها شغلنا كمجتمع مدني الكل الجمعيات اللي لاهيه بالانتخابات والجمعيات الاخرى اللي مهتمه بالشان الانتخابي عموما كل لازمها تخدم حملات مناصره دو بليدوي باش نحسنوا القانون والاشياء اللي تحكي عليها ما تجي الا بالحملات المناصره وبالضغط الضغط البناء.
خاطر سؤال الأخ سي محمد رجمان مهم ياسر على الأخر خاطر ينظر للمستقبل أيضا، وهذا مش مربوط بالتقنيات، مربوط بمسألة مهمة جدا هي تعامل المؤسسات مع المجتمع المدني. وهون يولوكيهونس يسجيل مؤسسة اللي بها الفائدة اللي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومدى تفاعلها مع ملاحظات المجتمع المدني ولا مراقبة المجتمع المدني للمسار الانتخابي والمختص في المجال هذا. هون أنا أقول لك من تجربتنا اللي فاتت كان التعامل في بعض الأحيان إيجابي، لكن إيجابي تحت ضغط كبير ياسر، كما وقت اللي بالإكزامبل تحاورنا وعملنا البليدوايي على مسألة الأمية الانتخابية، وتوفقنا في الأخر الناس الكل باش نبدلوا النص القانوني هذا اللي كان يسمح للأمي باش يقع مرافقته، كان فما أيضا تعامل إيجابي، لكن تحت ضغط كبير ياسر وتحت معناتها حجج ووثائق إلى آخره على استعمال الهاتف الجوال في وسط منع الهاتف الجوال في وسط الخلوة إلى آخره. لكن وقت اللي تحس كي توصل الأمور لمواصلها وندخل يوم الاختراع واحد كل شيء المعطيات تتبدل كومبليتمون. نحن وقت اللي نددنا باللي صار في فرنسا وسرسال السيد اللي روح بزوز ليتيني روح بالصندوق لدارو فهمني اكسيتيرا، رد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان واضح معناتها، وخرجت كومينيكي دو بريس لتو مازال عنا، واللي نحن معناتها كنا على اساسه باش نقدموا قضية، لكن من بعد تفهمنا مع سي كمال والفريق نتاعو اللي خرج واحدة كومينيكي دو بريس ويقول فيه عتيد تقوم بحملة مفتعلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقت اللي هو معناتها عنا الوثيقة عنا الحجج وعنا حتى كان ملاحظ من مراقبون موجود ومراحظ من منتدب الحزب موجود إلى آخره. فيما يخص العملية الأخطر اللي هي تصير قبل الحملة الانتخابية أصلا اللي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهون يش ندخلوا في مجال قانوني معناتها الإطار القانوني المنظم للمسار الانتخابي، وقت اللي تشوف أنت اللي تحكي عليه أنت معناتها الممارسات السياسية هذه الغير أخلاقية، واللي المجتمع المدني قاعد يلعب في لعبة قذرة مع الأحزاب السياسية دو تيب الاستيلاء على الأصوات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا رشوة الأصوات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هذا من نجم معناتها يتصدى لها كان الإطار معناتها كان نص قانوني واضح في الشيء، لكن يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستغل نفوذها في الشيء هذا وتطبق القانون بإعانة المجتمع المدني، لأنه معناتها هذه ظاهرة متفاقمة. ونحن أكثر حاجة نقولها لك بكل صراحة نجم نستعملوا التكنولوجيات اللي تحبوا عليها أنتم في العالم أكبر لي بلو افونسي، لكن إذا كان باش تتطور تتفاقم الممارسات هذه وما يصير حتى شيء ما عملنا حتى شيء لأنه اللعبة تلعب قبل. شكرا لكم جزيلا، شكرا لكم. الديمقراطية عندنا أسئلة، فرصة تيجي نرجع مرة تانية على طول بعد ما نطلع.